بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في النشاط الأول لمقرر مبادئ الحاسب وتقنية المعلومات. في هذا النشاط سوف نتناول مجموعة من النقاط المهمة. أول هذه النقاط أنواع الحاسبات الآلية. عندنا تصنيفين رئيسيين لأنواع الحاسبات الآلية، تصنيف حسب عملها وتقنيتها وتصنيف حسب الحجم. التصنيف الأول اللي هو تصنيف حسب عملها وتقنيتها، حسب صنف الحاسبات لحاسبات رقمية وأيضا حاسبات قياسية. الحاسبات الرقمية اللي هي الحاسبات التي تعالج البيانات الرقمية فقط، وزي ما انتم شايفين اللي هي الحاسبات التي تستخدم في التعليم والتنظيم والإدارة والمحاسبة. أما الحاسبات القياسية وهي الحاسبات التي تعالج البيانات القياسية، مثل الحاسبات التي تستخدم في قياس شدة الصوت ودرجة الحرارة والضغط الجوي وهزات الأرض وضغط الدم المرضى في المستشفيات وهكذا. التصنيف الثاني للحاسبات وهي حاسبات حسب الحجم، وصنفناها إلى 6 تصنيفات: حاسبات عملاقة، كبيرة، متوسطة، دقيقة، محطة عمل، حاسبات تحكم. والحاسبات العملاقة هي أكبر أنواع الحاسبات وأغلاها في الثمن وأكثرها في التطور وتستخدم في وكالات الأبحاث. والحاسبات الدقيقة زي ما أنتم عارفين إن هي الحاسبات التي نستخدمها كأفراد في زي اللابتوب والأوفيس كمبيوتر والحاسبات الشخصية. بالنسبة للجزئية الثانية والمهمة جدا في هذا النشاط وهي المكونات الحاسب الآلي. قلنا عندنا المكونات الحاسب الآلي اللي هي الهاردوير والسوفتوير أو المكونات المادية والمكونات البرمجية. المكونات المادية قسمناها إلى 5 أقسام، والمكونات البرمجية قسمناها إلى 4 أقسام. بالنسبة للأقسام الخمسة الأولى للمكونات المادية، وحدات الإدخال زي ما شايفينها أشهرها لوحة المفاتيح والفارة والمسح الضوئي وقارئ الأعمدة وعصا الألعاب اللي هو الجويستيك. اما بالنسبه لوحدات الاخراج اللي هي اشهرها الشاشه والطابعه والسماعات الصوتيه. لو احنا ركزنا قلنا في وحدات بتجمع بين الادخال والاخراج، ايوه في وحدات بتجمع بين الادخال والاخراج زي شاشه اللمس اللي هي تاتش سكرين واجهزه البلوتوث واجهزه تحت الحمراء. القسم الثالث من المكونات الماديه اللي هي المعالج او وحده المعالجه المركزيه اللي هي مخ البين برين بتاع الجهاز او المخ بتاع الجهاز اللي هو المسؤول عن عمليات الحسابيه والمنطقيه اثناء المعالجه. الجزء الرابع او الوحده الرابعه من المكونات الماديه اللي هي وحده الذاكره، وطبعا احنا قسمناها الى رام وروم، الراندوم اكسس ميموري وريد اونلي ميموري اللي هي الذاكره العشوائيه اللي بتحتفظ بالبيانات بصفه مؤقته، اما ذاكره القراءه فقط اللي هي ريد اونلي ميموري اللي هي الذاكره اللي وضعت داتا من قبل الشركه المصنعه للجهاز ولا يمكن التعديل فيها ولا تفقد محتواتها من قطاع التيار الكهربي اللي هي الروم. الجزء الخامس والاخير او المكون الخامس الاخير من المكونات الماديه اللي هو وحدات التخزين اللي هي بتحتفظ بالبيانات بصفه دائمه زي الاقراص الصلبه الهارد ديسك والاقراص المعنى الفلوبي ديسك والاقراص الضوئيه والاقراص او الذاكره الضوئيه والقرص الضاغط والفلاش وغيرها. اما بالنسبه للمكونات البرمجيه احنا اتفقنا ان احنا قسمناها الى 4 اقسام اللي هي برامج نظم التشغيل اللي هي مسؤوله عن تشغيل الجهاز، وبرامج المساعده اللي هي البرامج المسؤوله عن تنظيم وترتيب وحمايه الملفات، وبرامج لغات البرمجه وهي لغات من خلالها نقدر ننتج برامج زي لغات الفيجوال بيزك ولغه السي بلس بلس، وبرامج التطبيقات اللي هي زي مجموعه الاوفيس كلها اللي هي اي برنامج ليه مهمه واحده او وظيفه واحده اقول عليه برنامج ابلكيشن بروجرام او برنامج تطبيق. بعد كده بنتناول في هذا النشاط شبكه الحاسب، ولازم يكون فاهم الفرق بين الشبكه والانترنت. الشبكه هي مجموعه اجهزه بتتربط مع بعضها البعض او تتبادل مع بعضها البعض اللي تتبادل ايه؟ تتبادل المعلومات او تشارك في المعلومات. اما الانترنت لا، هي مجموعه شبكات، هنا مجموعه اجهزه، هناك مجموعه ايه؟ شبكات. بالنسبه للشبكات لو احنا صنفنا الشبكات عندنا تصنيفين رئيسيين: تصنيف حسب الحجم. يعني ايه حسب الحجم؟ يعني حسب الاتساع المكاني. وعندنا تصنيفين رئيسيين ايضا تحتها: تصنيف لان الشبكه محليه يعني المسافه بين الاجهزه متقاربه، وشبكه وان المسافه بين الاجهزه متباعده قد تكون داخل قاره او
بلد اخر. اما التصنيف الاخر اللي هو تصنيف حسب طريقه التوصيل، قسمناه الى 3 اقسام: مسار، شبكه مسار خطي اللي هو الباص، وشبكه الحلقيه رينج، وشبكه النجميه الستار. والشبكه زي من اساميهم، الشبكه المسار الخطي بتبقى على مسار، على كابل واحد بدايته ونهايته لا يتقابلان، اما الشبكه الحلقيه بتبقى على شكل حلقه وبتكون بينتقل البيانات في اتجاه واحد. اما الشبكه النجميه افضل انواع الشبكات اللي هي شبكه الستار، وهي او ابسط انواع الشبكات، وبيبقى فيه حاسب رئيسي في المنتصف بيتصل به جميع الاجهزه الاخرى. الانترنت زي ما احنا عارفين ان هي مجموعه من الشبكات متصله مع بعضها البعض لتبادل البيانات والمعلومات. ونشأة شبكه الانترنت سنه 69 في الولايات المتحده الامريكيه، واستخدمت في المجال العسكري. اول شركه نفذتها هي شركه الاربانيت، ربطت وزاره الدفاع الامريكيه مع مجموعه جامعات امريكيه. وعشان نبقى فاهمين، لا يوجد مكان محدد لموقع شبكه الانترنت، فالانترنت هو نتاج توصيل جميع الحسابات المتصله بالشبكه. في هذا النشاط ايضا نتناول الفرق بين تقنيه المعلومات ونظم المعلومات. احنا قلنا بنظم المعلومات هي عباره عن مجموعه من العناصر المتفاعله مع بعضها البعض لدعم واتخاذ القرار عند المديرين. وهنا الادوات والتقنيات اللي بنحمل عليها نظم المعلومات بنقول عليها تقنيه المعلومات. وفي نظم المعلومات بتساعد في اتخاذ القرار، ومن خطوات اتخاذ القرار من اول تحديد المشكله حتى متابعه تنفيذ هذا القرار. تطورت تطبيقات تقنيه المعلومات من نظم معالجه المعلومات الى نظم معلومات اداريه، لنظم مسانده القرار الى نظم مسانده القرار الجماعي. ونركز في حاجه مهمه جدا الجزئيه الجايه اللي هي التجاره الالكترونيه، وقلنا تجاره يعني بيع وشراء، اما تجاره الكترونيه بيع وشراء عبر الانترنت او اداء كل ما يتعلق بالعمليات التجاريه من تسويق وبيع وخدمات عبر الانترنت. من انماط التجاره الالكترونيه اللي هي تجاره عبر بين القطاع الخاص بي تو سي او بزنس، بين القطاع الخاص والمستهلك، القطاع الخاص اللي هو البزنس بي تو سي. ومن انماط التجاره الالكترونيه ايضا بين وحدات القطاع الخاص بزنس تو بزنس او بي تو بي. وايضا من انماط التجاره الالكترونيه بين الحكومه اللي هي الجفرمنت اللي هي جي تو بي، او بين الحكومه والقطاع الخاص. وايضا من انماط التجاره الالكترونيه بين المستهلك والمستهلك سي تو سي. في ارجو ان احنا في هذا النشاط يكون وضحنا ان اهم النقاط اللي تتناولتها الوحدات الاولى من هذا المقرر. وركزوا على الاسئله القادمه ان شاء الله. شكرا.